Tres. مرحبا، أنا اسمي لالا الطراونة، عمري 14 سنة وجنسيتي أردنية. عندي أخت واحدة أكبر مني اسمها سارة، وعايشين بعمان. من مواهبي بعزف بيانو. بعزف بيانو من عمري 3 سنين، ماما علمتنا نعزف أنا وأختي، وتطورت موهبتنا مع الأيام، وكله سماعي بدون دورات أو دروس بيانو. وبعزف تقريبا ساعتين كل يوم ولحالي، يعني أنا بإحساسي بشغلي. وبحب البيانو إنه تعودت عليه، صار شيء ضروري معي دائما. بس بدون دروس؟ يا ست الحبايب يا مو.